دكتور، هل إنكار واحد من مراتب القدر كالعلم أو الكتابة أو المشيئة أو الخلق يكفر صاحب يكفر صاحبه بعد إقامة الحجة، وكيف تكون إقامة الحجة؟ أما إنكار العلم فإن صاحبه يكفر، لأنه يعد مكذبا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وكان عمر بن عبد العزيز يقول لأصحابه: ناظروهم بالعلم، فإن دفعوا العلم كفروا، وإن اعترفوا بالعلم لزمهم أن يعترفوا بالقدر. نعم، ما بعد العلم الكتابة، وإذا أولها إذا ردها يعتبر كافرا. أما إذا قال أنا أقول بها ولكنني أؤولها فهو مبتدع. بعده كذلك أيضا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن ردها فيعتبر مكذبا للآيات القرآنية، لكن من تأولها فلا يكفر. نعم. أما إقامة الحجة فإقامة البرهان على ذلك، فإذا لم تقوم عليه الحجة فيعتبر جاهلا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وفي الصحيحين أن رجلا حضرته الوفاة فقال لبنيه: أي أب لكم؟ قالوا: نعم له. قال: فهل أنتم فاعلون ما أوصيكم به؟ قالوا: نعم. قال: فإذا مت فاحرقوني ثم ذروني. ثم فعلوا ما أمرهم به، فعند أن ذروه أمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه. قال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. قال: فإني قد غفرت لك. وكان من جلة ما قال: والله لئن قدر الله علي، أي الرجل قال لبنيه: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين. وقدرها هنا لا تفسر بضيق كما في قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه في ذنون، فممكن أن لن نضيق عليه. لكن التفسير هنا في قوله: لأن قدر الله علي لأن ضيق الله علي مستبعد. ثم بعد هذا أيضا قول الحواريين لعيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هم يشكون في قدرة الله، ولو شك أحدنا في قدرة الله لكفر. نعم، وقول نعم. وبعد ذلك يقول عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ما قال لهم: قد كفرتم. وهكذا أصحاب موسى حيث قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. نعم، فلم يقل لهم: إنكم قد كفرتم. وكذلك حديث حذيفة الذي فيه أنه يأتي زمان لا يدري الناس ما قيام ولا صلاة ولا زكاة أو بهذا المعنى، ولم يبق معهم إلا لا إله إلا الله. فقال صلة لحذيفة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: تنقذهم من النار.
والأدلة متكاثرة في العذر بالجهل، وأحسن من ساقها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره، عند تفسير قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الذي أظنه يعني عاشق هو ذكرها عند تفسير قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. تذكرون عفوا عند أي لايتين؟ وما كنا معذبين. طيب خيرا إن شاء الله. طيب لا لا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فسروه بهذا. نعم يعني فسروه أن لن نقدر عليه، أن المراد به التضييق، وأن قوله فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه. نعم. هل يشترط في إقامة الحجة أن يكون سلطانا مطاعا أو عالما متمكنا كما في بعض كلام ابن تيمية؟ إبلاغ الشخص بمن تقوم به الحجة، وإلا فالأنبياء يبلغون قومهم ثم بعد ذلك ربما يعتذر أقوامهم عن هذا، فالمهم بمن تقوم به الحجة. والله المستعان.